طيب خلينا نروح لجنوب افريقيا وسياده السفير احمد الفضل. يا سياده السفير ازاي حضرتك يا فندم؟ وسعداء جدا، ويعني اول لقطه جايه لنا حضرتك واقف على باب الطياره منتظر الفريق الحقيقه. اهلا وسهلا بحضراتكم اهلا الساده بيك، اهلا بيك المشاهدين يا فندم، وجمهور الاهلي. اهلا اهلا بيك بحضرتك. يا فندم، يعني سعداء جدا بوجود حضرتك معانا ولنا الشرف في هذا الامر. ويعني اول لقطه جايه لنا وجود السفاره المصريه بقياده حضرتك طبعا في على سلم الطياره او على باب الطياره، يعني منتظرين بعثه النادي الاهلي يا سياده السفير. صحيح، ده واجبنا طبعا، بس دورنا ما بداش من بس مع مرحله الوصول، من طبعا اول الاعلان ان الفريقين يعني هيلاعبوا بعض، احنا في اتصال مباشر مع يعني المسؤولين عن النادي الاهلي من البدايه عشان الترتيبات بقى الخاصه بالوصول والاقامه وكل الترتيبات اللوجستيه بقى. دي مش اول مره طبعا الفريقين يلعبوا بعض، يعني فاحنا معتادين بقى دلوقتي معتادين على ده كل سنه يعني. اه لا، ما احنا عاملين حسابنا ده، لما اه بتيجي نعمل القرعه نسحب القرعه جنوب افريقيا سان داونز ومين تاني، يعني الاهلي وسان داونز ومين معانا تاني. بقى عادي يعني فده بقى بالظبط اصبح كده. على لا، عشان يعني دايما نشوف حضرتك يا فندم ان انت دايما تبقى موجود معانا يعني. فطيب سياد سفير، يسعدنا دايما. ربنا يخليك يا فندم. يعني سياد سفير اشرح لنا برضو او قول لنا ايه اللي بيحصل في جنوب افريقيا في هذه الايام، كيفيه الاستعدادات الموجوده للنادي الاهلي، درجات الحراره، الاكسجين، الاجواء الاجواء اللي الامطار موجوده كلها بالكامل. الامطار نعم، بقول لك يعني الامطار، في طبعا امطار دلوقتي. الطبيعي دي مباراه، اولا دي مباراه قمه مبكره، نعم لانه الفريقين يعني اعتقد يمكن المباراه رقم 14 اللي هيلعبوها مع بعض في اخر 20 سنه. اتغلب كل واحد فيهم، غلب الثاني وتعادل. صحيح احنا طبعا غلبنا اكثر، نعم وبرضه في حميه عند السان داونز، عاوزين يحافظوا على مركزهم. وبالتالي طبعا احنا الفريق عندنا برضه عاوز ان هو يعني يعوض الجزء اللي فات عشان يحافظ على مراكزه السابقه. ففي النهايه طبعا لسه الفريق واصل، احنا طبعا استعدادات الاقامه وترتيبات الانتقالات كل ده تم طبعا حسبه. احنا لسه في المطار بس نستعد بس للخروج ان شاء الله، ويبداوا بقى يعملوا التدريبات بتاعتهم في بكره وبعده ان شاء الله. نعم، بعد الماتش هل درجة الحرارة درجة الحرارة يعني بتبقى العظمى في حدود 30 31، وده أوكي. بالنسبة لبلد زي مصر يعتبر يعني طقس جيد عادي جدا يعني. حلو. اه لا، بنلعب مباريات في اعلى من أجواء كده كمان. جماهيرية بقى إعلامية بالظبط كده بالظبط كده. طيب الأجواء الإعلامية، يعني احنا سمعنا مثلا ان شاء الله يوم السبت الساعه 3 المباراه ستقام يوم السبت الساعه 3 ظهرا، وايضا سان داونز فاتح المباراه مجانا لكل الجمهور نادي سان داونز، وعاملين زي احتفاليه كده ما قبل المباراه. صحيح، هو طبعا يعني اما اعتبار قبل كده كان في كورونا، فكانت بتبقى صعب ان يبقى في مساله ديت بتاعه الجمهور، فده يمكن اول ماتش من ساعه الكورونا بعد نعم انتهاء الجائحه يتم فيها فتح الملعب للايه للجمهور بالكامل يعني. فهيبان بقى لسه وقتها هيبقى طبيعه الاشغال قد ايه وكل التفاصيل ديت يعني. لكن هم فاهمين ان طبعا ده فريق لعب فريق كبير، وفاهمين طبعا انه يعني ايه دي مباراه مش هتبقى سهله. طب سيادة السفير، الفندق الإقامة هل هو بعيد عن يعني بعيد عن المطار قد إيه، وقريب من الملعب قد إيه؟ الفندق حوالي نص ساعة من المطار، لكن يعني يمكن 10 ربع ساعة من الملعب. اه يعني كل الأمور إن شاء الله مهيئة إن شاء الله مباراة تليق باسم النادي الأهلي وباسم فريق سان داونز إن شاء الله يوم السبت القادم إن شاء الله. يعني بنتطلع لكده، وإحنا دايماً برضو بنأكد كل مرة الفريقين بيلعبوا بعض انه يعني ايا كانت النتيجه فالرياضه نفسها طبعا يعني دي بنعتبرها اداه للتقريب بين الشعوب، وانه دول فريقين كبار ولهم قيمتهم وقامتهم. وتبقى ان شاء الله الماتش يعني يطلع بصوره تليق بتاريخ الفريقين. شكرا جزيلا يا سياده السفير على وجودك معنا، السفير احمد الفضلي سفير مصر في جنوب افريقيا. وكالعاده السفاره المصريه الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين كل التسهيلات لكل الامور من ما قبل وصول
فريق النادي الاهلي الى ان شاء الله ما بعد رجوع النادي او ان النادي الاهلي يمشي من جنوب افريقيا، السفاره المصريه بيكون لها دور كبير جدا جدا. شكرا جزيلا لسياده السفير على هذه كل هذه المعلومات.